بواسل قواتنا المسلحة يواصلون تصديهم للعصابات الإرهابية المسلحة. مراسل الأخبار محمد عرسان يرصد إنجازات جيشنا الباسل. نحن الآن في مطار دير الزور، نواكب قواتنا الباسلة وهي تك معاقل الإرهابيين عندما يحاولون مهاجمة السور الشرقي لمطار دير الزور. نتابع وإياكم بالصوت والصورة. مشاهدينا، هذا هو بناء المسمكة. دائما المجموعات الإرهابية تقوم بتصوير هذا البناء على أنها قامت باحتلاله، لكن نحن الآن متواجدين في هذا المكان برفقة قواتنا الباسلة التي تقوم بالرد على النيران من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. أؤكد جاهزية عناصري للدفاع عن هذه النقطة والثبات على هذه النقطة، ونؤكد عدم قدرة المجموعات الإرهابية على اختراق هذه النقطة، ونؤكد سيطرتنا على الموقع من كافة الاتجاهات وتكبيدهم خسائر فادحة رغم محاولاتهم بكافة شتى الأسلحة والسيطرة على الموقع بالكامل والحصول على عدة أسلحة منهم، وأعداد القتلى تجاوز 40 قتيل وفوق إصابات تجاوزت فوق 45 إصابة. هذه مدرسة المراعية الغربية للتعليم الأساسي، كيف عاث فيها المسلحون فسادا وخرابا وحرموا أبناء هذه القرية، قرية المراعية، من التعليم في هذه المدرسة. هي مقبرة المسلحين التي اختاروها لنفسهم تحت أقدام حماة الديار عندما اختاروا جحيما أحمر تحت أقدام جيشنا العربي السوري. لأخبار التلفزيون محمد العرسان من سوري، مطار دير الزور الشرقي، قرية البو عمر. شكرا لك محمد، وفي حي الخالد.